اليوم أنا موجود في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارجة، وهذا المنتدى اللي عبارة عن تبادل الثقافات وأين وإلى أين تصل الرقمية بشكل عام. اليوم نحن أخذنا الكثير من المعلومات سواء كانت من الدوائر الحكومية أو من الدوائر الخاصة. أنا كعبد الرحمن شخصياً استفدت من ورش العمل الموجودة أو كمشارك مع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونحن دائما نسعى إلى التواجد في مثل هذه المنتديات للفائدة لنا وللغير، نأخذ الفائدة ونعطي الفائدة قد ما نقدر، وهذا اللي عودتنا عليه حكومتنا الرشيدة.